متى يكون وقت الصلاة في السفر؟ مثلا أذن علي الظهر وأنا مسافر، هل واجب الصلاة في أصل الوقتين الظهر والعصر أم يكون بين الظهر والعصر؟ المسافر أو من يجوز له الجمع بشكل عام، من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع. متى يؤذن الظهر الحين؟ 12 إلا 5. ومتى يؤذن المغرب؟ 6. طيب يجوز لك تصلي الظهر والعصر من 12 إلى 6 إلا 3، كل هذا وقت لك. يعني تجمع الظهر والعصر أول وقت الظهر، تجمع بين الظهر والعصر ساعة واحدة، تجمع بين الظهر والعصر ساعة 2، تجمع بين الظهر والعصر ساعة 3، تجمع بين الظهر والعصر ساعة 3:30 عقب أذان العصر، تجمع الساعة 4، تجمع الساعة 5. كل الوقت المباح فيه الصلاة بين الظهر والعصر يجوز لك فيه الجمع، وليس بالضرورة أن يعني عند أذان الظهر أو عند أذان العصر.